إذا جاء كافر الآن دخل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قلنا تعرف معنى هذا الكلام؟ قال لا أعرف، لا أدري. هل تنفع لا إله إلا الله؟ تنفعه؟ نعم لا، لا تنفع. لماذا؟ لأنه لا أعرف معناها. طيب أنت مسلم تعرف معناها؟ إذا لا تعرف معناها إذن ما الفرق بينك وبين الكافر؟ لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن المفتاح لا يفتح إلا بالأسنان. هذه شروط لا إله إلا الله. إذا لابد نعرف معنى لا إله إلا الله. من يقول لي ما معناها؟ لا إله إلا الله أي أكفر بجميع ما يعبد من دون الله. وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين، على ركنين. لا إله إلا الله sa fondation ou bien ça sa toit il est le pilier البناء هذا الان لو يقوم على عمودين لو اسقطنا عمود سقط يجي ça sa toit si les boulons sont des piliers il pourrait tout bien non العمود الاول تكفر بجميع ما عبد من دون الله on fait ouf on dénonce tout ça qui peut être adoré de ta part qui Allah. العمود الثاني تثبت العبادة لله وحده ولا شريك له، لا يعبد إلا الله. إذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعني كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة، والمستحق للعبادة هو الله وحده ولا شريك له. Ça veut dire, là, Allah, on a donné toute l'adoration pour ça, et les portes qui sont adorées, nous nous restons loin, dénoncer, nous faire couffre avec. ما معنى أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ Qui ça veut dire, définition, أشهد أن محمدا رسول الله. عبده ورسوله. عبده ورسوله. ما معنى عبده؟ Qui ça veut dire, عبده. عبده أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق، أكمل عبادة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يستطيع أن يكون عنده عبادة مساوية لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعبد الخلق، أكمل عبودية كانت منه عليه الصلاة والسلام. ولا طريق إلى عبادة الله إلا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع. فهو عبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد. ونبي رسول لا يكذب. يبوفي يبساسي الله نبقى قابدين وسليتي إماتي